بس انت برضو ذكرت فكره هنا الكلام على السوشيال ميديا تحديدا، يعني بغض النظر ايه اللي منتظرنا اكيد في الجوله الفاصله، لكن برضو انا هرجع اقول لك انا مش عاجبني حاله الخوف اللي موجوده على السوشيال ميديا. ماشي، حق حضرتك جدا ان انت تبقى مش مبسوط وتبقى قلقان وتبقى مضغوط طبعا، لان الوضع كده وان الصوره بتعكس لنا ده، ولكن احنا برضو منتخب، معلش يعني مش منتخب ملناش تاريخ، احنا منتخب لينا تاريخ قاري كبير جدا، يعني مش عايزين نصدر حتى للمنافس احساس ان احنا يا كريم قلقانين ان احنا خايفين طبعًا. ده في علم النفس بقى لو هنتكلم هيبقى ايجابي جدا للمنافس وسلبي لينا احنا. يعني انا معاك جدا انه على الورق والقلم لو هنتكلم خمس منافسين عندهم لاعبين لا محترفين جدا واكتر كمان، خصوصا ثلاث منتخبات بتتكلم عن السنغال والجزائر، الجزائر يعني يمكن افضل فريق دلوقتي او يعني حقيقي والمغرب ماشي عارفين كويس ومتابعين كويس، عندنا محرز وماني واشرف حكيمي واسلام سليماني وعندنا يعني منافسين اسامي، لكن في حاجه برضو حضرتك نسيها، احنا لاعبتنا او لاعيبه منتخب مصر في المواقف دي بيسدوا، والجيل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي لعب التصفيات اللي فاتت وكان معاه مين؟ كان معاه غانا في المجموعه، يعني بكل بقى نجومها الكبار جدا وقتها كنا برضو خايفين لو انت فاكر يا كريم وقلنا الكلام ده هنا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نتاهل يعني لمونديال 2018 بعد غياب 28 سنه، صح ولا غلط؟ صح جدا، ده كان بيتقال وكلنا اتكلمنا فيه، فيعني الله يرحم الايام لما كنا كانت بقى ده احنا دلوقتي بنتكلم ايه، شوف انت بتعددي الجزائر المغرب السنغال في وقت من الاوقات كانت كل منتخبات افريقيا كلهم انقح من بعض وكلهم اتقل من بعض وكلهم اقوى من بعض، ومع هذا الماتش اللي كان بيجمع منتخب مصر مع اي منتخب منهم ضرب نار وتقطيع، وفي بعض الاحيان بتشوفي اداء من المنافس بينم على انه ركبه بتخبط في بعض، ما هو بيلعب فريق تقيل طبعا. احنا فين بقى من الثقل ده؟ ده اللي يعني حجاني واعرف الاجابه عليه. لا أنا معاك. ليه بنلق كده في بعض الاحيان في ارضيه الملعب؟ وليه يدخل فينا جول واثنين عشان نفوق ونبص لبعض ونقول الله هو ايه اللي حصل ده؟ طب ما كمل الاول، فاهم قصدي ايه؟ فدي كلها حاجات عجيبه جدا. طبعا يعني على كل الاحوال احنا لسه قدامنا يعني مش اقل من حوالي اربع شهور كاملين على المباراه الفاصله اللي هتقام في مارس ان شاء الله، واكيد هنعرف هنلاعب مين في القرعه اللي هتقام تقريبا في شهر ديسمبر اللي جاي، على الجهاز الفني انه يستغل فتره التوقف اللي جايه واللي هنشارك فيها في يعني في منافسات البطوله العربيه، ويقدر بقى يجهز اكتر من عنصر من اللعيبه المحليين لان المحترفين مش هيكونوا متاحين خلال مباريات هذه البطوله، ونرجع ونقول ربنا يصلح الاحوال. كلمتك دي ربنا يصلح الاحوال.